طيب بسم الله الرحمن الرحيم، دلوقتي هنتكلم في بارت 2 في البيزكس. بارت 1 اتكلمنا طبعا على الاديشن والسبتراكشن والمالتيبليكيشن والديفيجن، اتكلمنا على الاوردر اوف اوبريشنز، اديشن سبتراكشن فراكشنز، اتكلمنا على كل الكلام ده، الباور والاديشن بتاع اللايك تيرمز، المالتيبليكيشن بتاع الالجبريك اكسبريشنز، ازاي نعمل ديستريبيوشن وكده، والفاكتورايزيشن، سولفينج الفيرست ديجري السكند ديجري والتو لينير equations of two unknowns solving the two equations of two unknowns. فدلوقتي هنتكلم بقى على remarks، شوية remarks يعني ايه لازم تكون عارفينها طبعا، facts يعني معروفة بس لو حد كان ناسي حاجة مثلا ايه نفتكرها مع بعض. اول حاجة بيقول each whole number is divisible by one، كلها حاجات يعني بديهيات يعني مفيهاش كلام يعني. و اللي هو النمبر except الزيرو is divisible by itself، لأن طبعا ما ينفعش أعمل division by الزيرو. ماشي، الزيرو is divisible by any whole number except itself، ما ينفعش مثلا أعمل zero over الزيرو، دي طبعا ايه rejected. بعد كده بيقول ال factors of a number are all numbers which divide this number. يعني ايه الكلام ده؟ يعني 6 مثلا factor من الفاكتورز بتاعها 2 مثلا، ليه؟ لأن لو عملت divided 2 هيدينا 3، بس فال 2 ده factor من ال 6، ليه؟ لأن ال 6 برضو أقدر أكتبها إن هي 2 times مثلا 3 times ال 1. حلو، هنشرح على دي مثلا، فال 2 ده factor لل 6، ال 3 ده factor لل 6، ال 1 ده factor لل 6. بعد كده وراها على طول بيقول number 1 is a factor of all numbers، إن أنا أي رقم لما أجي أعمله times 1 ده طبعا إيه مش هيفرق في حاجة. حلو، فال 1 ده أقدر أعتبره إن هو factor للنمبر 6 مثلا، أقدر أعتبره فاكتور للنمبر 8 9 أي حاجة. بعدين each number is a factor of itself except the zero، يعني ايه الكلام ده؟ يعني ال 6 برضو بتاعتنا دي أقدر أعتبر إن هي فاكتور لل 6، ما هو ما 6 divided 6 ب 1 تمام عادي مفيش مشكلة، بس ما ينفعش أعتبر إن الزيرو الفاكتور بتاعه هو الزيرو نفسه، لا ما ينفعش. بعدين بيقول all numbers except zero are factors of zero، يعني الزيرو ده أقدر أعتبر مثلا إن الفايف فاكتور ليه، الثري فاكتور ليه، التو فاكتور ليه، يعني كل الأرقام أقدر أعتبرها إن هي فاكتورز للزيرو. ليه؟ إن في الآخر هيبقى في رقم زيرو كده عشان يديني زيرو يعني. تمام، أو بطريقة تانية إن الزيرو ده أقدر أعمله division by أي any number. تمام، إحنا لسه قايلين each whole number الزيرو ولا ايه is divisible by any whole number except itself، نفس الكونسبت يعني الزيرو ممكن اقسمه على 5 عادي هيدينا نفس الرقم، ممكن اقسمه على اي حاجة عادي. في الفاكتور عموما هو الرقم اللي انا لما اجي اعمله اعمله division برقم تاني يديني whole number يعني. تمام، ده الخلاصة يعني ال 6 لما اجي اعملها divide 3 هيديني كام؟ 2. خلاص يبقى 3 دي factor لل 6. تمام، لما ينفعش مثلا الزيرو اعمله divided لل 0 طبعا ما ينفعش، يعني مش هقدر اقول ان ال ان الزيرو يعني ايه فاكتور ل itself مثلا، ما ينفعش. انما الزيرو لو عملت division لاي رقم 5 مثلا هيديني 0، خلاص بقدر اعتبر برضو ان ال 5 ده فاكتور لل 0. طيب بعد كده بيقول 2 is a factor of all even numbers، كلام محترم، لان اي even number تمام ده divisible by 2، فال 2 هو ايه factor ل any even number. S3 is a factor of any number is sum بتاع digits divisible by 3، يعني ايه الكلام ده؟ زي 12 مثلا، 12 ده divisible by 3 عادي مفيش مشكلة. طب عرفت ازاي؟ هنعمل ايه 1 plus 2، 1 plus 2 ده يدينا 3، هل 3 ده divisible by 3؟ يبقى احنا كده number divisible by 3. حلو، حاجة تانية مثلا زي 15، هل دي divisible by 3 بالنظر كده؟ عرفت ازاي؟ ما 5 plus 1 هيدينا 6، 6 دي divisible by 3 فيبقى ايه؟ ال 3 ده factor من ال 15 وال divisible by 3 الرقم 15 ده. تمام، بس وهكذا يعني، عشان لو مثلا كان في ارقام كبيرة يعني مثلا 1 2 3 مثلا عايز اعرف ده divisible by 3 ولا لا، فببساطة هنعمل السم بتاع الديجيتس، يعني هنعمل 1 plus 2 plus ال 3 تطلع كام؟ 6. هل 6 دي divisible by 3؟ يبقى ال 1 2 3 على بعضها
divisible by 3. ماشي، انا مش هتبقى لكم قوي بس يعني دي facts يعني المفروض يعني تكون معروفة. ال 5 is a factor of any number its unit digit is 0 over 5، يعني 10 15 20 وهكذا، كل دول هيكونوا divisible by ال 5 عادي. ماشي، نعرف ازاي دي حاجة divisible by 5 ولا لأ؟ بنشوف ال units، يا اما تكون 0 يا اما تكون 5. حاجة تانية يبقى لأ. بعد كده بيقول لي الزيرو is not a factor of any number، يعني ما ينفعش اي رقم اقسمه على الزيرو. ده كلام برضو ايه محترم. بعدين شرح لنا هنا 6 مثلا is a multiple of 2 and 3 و divisible by 2 3 برضو، ف 2 ده factor لل 6 و 3 ده برضو factor لل 6 عادي. بعد كده يقول ال prime number is divisible by 1 and itself، بس فأي prime number ده divisible by 1 و itself only and only 1 and itself. ماشي، طب هل ال 1 ده prime ولا لأ؟ لأ طبعا. ليه؟ لأن هو divisible by ال 1 بس. تمام، طب ال 1 ده هقدر اعتبره ان هو ال 1 ولا ال itself؟ ما حدش يقولي بقى ده الاتنين، ما هو 1 و ال itself ما ينفعش، الميكس ده ما ينفعش. فالديفينيشن بتاع البرايم نمبر هو ايه؟ انه يكون divisible by 1 و itself. ماشي، تو كونديشنز و only طبعا الاتنين دول. ماشي، مينفعش يبقى 1 و itself و رقم تاني، لا طبعا ده ما يبقاش برايم. فلو طلع عنده 1 و itself و حاجة تانية بقى وكده هيبقى اسمه ايه؟ composite number بقى. تمام، composite number ده اللي هو النمبر اللي greater than ال 1 that has more than 2 factors. ماشي، بعد كده facts بيقول ان 2 is the smallest prime number، اصغر حاجة هو 2 زي ما في التيبل موجود تحت اهو. وان 2 ده هو ال even ال prime number الوحيد اللي هو ايه ال prime، يبقى ال even الوحيد اللي هيكون prime number هو مين؟ هو 2. في نفس الوقت هو 2 ده هو ال smallest prime ايه number. ماشي، لو جينا بصينا كده ال prime numbers لحد ال 100 اهو، لو جينا بصينا ولا واحد فيهم ايه even، فا بنعرف ازاي even و odd من ال units على حسب هي even ولا لا. ماشي، فالوحيد ال even هنلاقي ان هو فعلا هو 2، وده منطقي. ليه؟ لان احنا لسه قايلين ان كل ال even numbers ليها factor اللي هو مين؟ ال 2، زي ال 4 مثلا. تمام، ليها factor اللي هو ال 2، اقدر اعملها divided by 2 عادي يدينا 2. تمام، فما يقدرش اعتبرها ان هي برايم. طبعا برايم لازم تكون divisible by 1 و itself بس، يعني 4 لو قلنا اعتبرناها ان هي برايم فهتبقى divisible by 1 و itself بس اللي هي 4. ايه ده؟ ده اما 4 divided by 2 هيدينا 2، يعني divisible by 2 فما ينفعش تبقى برايم خلاص. ماشي، فلو جربنا في كل الارقام دي حاولنا نشوف اي ارقام divisible by غير ان هي تكون divisible by 1 و itself هنلاقي ان هي rejected. all prime numbers are odd except a 2، ده لسه الكلام اللي احنا سائلينه. if a number is divisible by 2 or more prime numbers then it will be divisible by their product. يعني ايه الكلام ده؟ زي ال 30 مثلا او زي ال 2 و 3 وال 5، دول factors من ال ايه؟ من ال 30. تمام، فال 30 نفسها هتبقى divisible by 30 اكيد عشان. ماشي، فال 30 ده divisible by 2 divisible by 3 divisible by 5 والبرودكت بتاعهم ده 30. تمام، فيبقى اكيد ال 30 divisible by 30 نفسها. جربوا في ارقام تانية يعني هتلاقوها برضو ايه مظبوطة يعني. ماشي، بعد كده التيبل بتاع اول 100 prime number، اهم حاجة بس ايه تعرفوا الاولانيين يعني على الاقل لما 2 و 3 و 5 و 7 و 11 و 13 يعني من اول بس 17 وكده مش لازم اوي. ماشي، فاول حبة دول مهمين. ماشي، بعد كده نخش بقى على التريجونومتريك ريشيوز اوف ان اكيوت انجل، يعني ايه الكلام ده؟ اللي هما الساين والكوزاين والتان. فلو عندنا رايت انجل تراينجل بالمنظر ده، فطبعا اي انجل بقى
سميناها مثلا السيتا اللي هنا دي، يبقى الأوبوزيت للسيتا هو اللي اسمه الأوبوزيت، للأدجيسنت اللي هو اللي جنبها يعني هو اللي اسمه أدجيسنت. طبعا الأوبوزيت للناينتي في أي كيس هيبقى هو الهايبوتنس. تمام، طب لو كان مكان السيتا مختلف فالأسامي هتختلف، الأوبوزيت هنا هيبقى هو ده، أما الأدجيسنت هيبقى هو ده، الهايبوتنس أوبوزيت للناينتي دي مفيهاش مشكلة. تمام، بنعرف ازاي ان هي opposite ال 90؟ بحط صباعي على ال 90 كده، فهلمس تو سايدز. تمام، يبقى هو ال opposite هو السايد التالت يعني، طبعا واضحة يعني بالنظر. طيب لازم نكون طبعا عارفين ان الساين سيتا هي ال opposite over ال hypotenuse، ال cosine adjacent over ال hypotenuse، tan opposite over ال adjacent. طبعا بايثاغورس ثيرم معروف، لو انا مثلا عايز ال hypotenuse فده بيبقى square root زي مثلا لو دي سميته اكس وده او سمي ده اكس مثلا وسمي ده واي، يبقى سكوير روت اكس سكوير بلس الواي سكوير. تمام، طب لو انا معايا الهايبوتنس وعايز اجيب الاكس مثلا، فالاكس ده هيبقى ايكوال سكوير روت الهايبوتنس سكوير ماينس السايد التاني بقى واي سكوير. ماشي، طب لو انا معايا الاكس ومعايا الهايبوتنس بس معيش الواي، عادي سكوير روت الهايبوتنس سكوير ماينس الاكس سكوير. ماشي، ده كلام ايه ما يتنساش. طبعا بعد كده exercise هنا بيقولينز opposite figure، عايز بقى sin theta و cosine theta و tan theta ومش عارف ايه، نفس الكلام sin alpha و cosine alpha و tan alpha. يلا بينا، اول حاجة sin theta opposite قلنا over ال hypotenuse يعني 3 over ال 5، نركز على theta ال opposite اهو وال hypotenuse طبعا هو ال 5. ماشي، cosine adjacent يعني 4 over ال 5، tan opposite over ال adjacent يعني 3 over ال 4. ماشي، طب sin alpha بقى ال opposite بالنسبة لل alpha هيبقى ال 4 وال hypotenuse هو ال 5 مجتش جنبه. cosine adjacent بالنسبة لي هيبقى 3 وال hypotenuse هيبقى ال 5، أما tan adjacent هو 3 وال opposite هو ال 4. طب التان هو ايه؟ opposite over ال adjacent، يبقى 4 over ال 3. كلام جميل. فلو هتلاحظوا هتلاقوا ان ايه، ملاحظين ده هو هو ده، اما ده هو هو ده، في عكس يعني، يعني sin ثيتا هو كوزاين الف، اما كوزاين ثيتا هو sin الف. تمام، طب والتان تان ثيتا والريسيبريكال بتاع التان الف، ملاحظين الكلام ده، يعني ده الشقلبة بتاعت ده، ده كلام المفروض تكونوا ملاحظينه. طيب عرفت ازاي؟ دي لسه هنعرفها قدام، يعني ان ساين 90 ماينس السيتا مثلا ده بتبقى كوزاين سيتا. تمام، ده اللي حاصل، ما لو دي سيتا يبقى اكيد الالفا هتبقى ايه 90 ماينس السيتا، هنعرفها لسه قدام. بس ايه اهو، قلنا نعمل ريفرشمنت يعني نكونوا ملاحظين حاجة زي كده. طيب هنا in the opposite figure عايز sin a plus cosine b plus tan c، طبعا ال a وال b وال c ده اللي هو يعني ده ال a ده ال b ده ال c. طبعا يلا بينا، sin a يعني sin 90 sin 90 ب 1 أصلا، احسبها على الكالكليتر هيطلع ب 1. طب cosine b يعني cosine الأنجل دي، يلا الأنجل دي adjacent، إذا ما يشيل adjacent أعمل إيه؟ أعيط بقى؟ لأ، انا معايا الهايبوتنس ومعايا الاوبوزيت اهو، ببساطة سكوير روت 15 سكوير ماينس 9 سكوير. يلا نحسب يطلع ب 12، بس يبقى كوزاين بي يطلع 12 اوفر ال 15. طب التان سي، التان سي اوبوزيت اوفر الادجيسنت، يبقى 12 اوفر الادجيسنت بكام؟ 9. بس ونحسب بقى كل ده على الكالكليتر هيطلع ب 47 over ال 15. كلام جميل. بعد كده بيقول ABC is an isosceles triangle which AB equal AC ب 8 سنتيمتر، BC يعطيه لنا ب 12 سنتيمتر. عايز ايه بقى؟ measure angle B والarea بتاع triangle اصلا. طيب لازم نرسم عشان نكون بنقول كلام واضح ويعقل. هنا ال A
يعني البي هنا السي. عطيلي الاي بي بايت، عطيلي الاي سي بايت برضو، والبي سي عطيهولي هو بتوالف. ماشي. مجرى الانجل بي، انا عايز الانجل دي هيبقى ايكوال كام؟ مبدئيا كده نسأل نفسي هو ده اصلا رايت انجل ترانجل، ينفع اقول بقى خلاص عادي ساين سيتا ايكوال اوبوزيت؟ هو فين الهايبوتنس اصلا؟ هو ده رايت انجل ترانجل؟ لا. فلازم هعمل ايه؟ كونستراكشن بقى. يلا ننزل كده كونستراكشن بيربنديكولار طالما انا ايسوسيلس. طبعا مش لازم يعني، في قدام هتكتشفوا ان انتوا تقدروا تجيبوا الانجل بي ده برول معين بمجرد الايه ان احنا معانا كل السايدز نقدر نجيبها، كوزاين لو يعني لو حد عايز يدور عليها فنقدر نجيبها يعني. ماشي. بس ما هنا على دراستنا نقدر نعمل كونستراكشن كده بيربنديكولار. خلاص انا جبت رايت انجل ترانجل اهو، وطالما احنا ايسوسيلس فهم بايسكت البيز ده، فده ب12 كله يبقى دي ب6، وانا عرفت ان دي ب8. ببساطة اقدر احسب الاوبوزيت ده عشان لو محتاجه هيطلع 2 روت 7. تمام. نعمل سكوير روت 8 سكوير ماينس ال 6 سكوير. ماشي. بس عايز ميجر انجل بي اقدر اجيبها بقى بالساين او بالكوساين او بالتان ايا كان، زي مثلا هجيبها بال كوساين، فهيبقى كوساين. انا عايز الميجر الانجل نفسها، فهيبقى كوساين انفرس الادجيسنت اوفر الهايبوتس يعني 6 اوفر ال 8. تمام. ايه كوساين انفرس دي؟ شفت كوساين على الكالكليتر عشان اجيب الانجل نفسها، فتطلع approximately 41.41 degree. ماشي. area بقى triangle، اه دي ببساطة half times base times height كل عارفها، يبقى half times البيز عندي ب12 الهايت عندي ب2 root 7 لسه حاسبه، فتطلع ب12 root 7 كلها على بعض سنتيمتر سكوير. ماشي. هنا بيقول if sin x equal half، والاكس بيقول ان هي acute angle، المجر الانجل اكس بكام؟ ببساطة شيفت ساين يعني ساين انفرس الهاف، شيفت ساين الهاف يدينا كام؟ 30 ديجري. بعد كده دي طبعا هنتعمق فيها يعني بعدين، ما علينا يعني في الدروس، بس في الترج في الاخر كده، بس ما علينا، خلينا برضو نفتكر لو فاكرين حاجة زي كده. بيقول مجر الانجل اكس عايزين نجيبها، طيب ما انا هعمل شيفت تان يعني هعمل تان انفرس الروت 3 الاول، كده انا هجيب الاكس بلس التان على بعض، ده هيدينا الاكس بلس التان على بعض. نحسب ده، نشوف بقى هيطلع لي بكام. بعد ما يطلع لي انا عايز الاكس، طب ما نودي التان الناحيه التانيه بالماينس، يبقى تان انفرس يعني الاكس هتبقى ايكوال تان انفرس الروت 3 تمام ماينس التان. نحسب بقى الكلام ده هيديني كام بقى؟ 50 ديجري. كلام جميل. بعد كده نخش على الباراليزم، ده طبعا ايه مهم جدا لا غنى عنه في اي حاجة. تمام. بيقول straight line او transversal intersects two parallel lines، فهيبقى عندنا في ثلاثة كيسز كده لازم نكونوا عارفينهم. اول حاجه alternate angles are equal in measure. ايه الالترنت انجلز دول؟ نفتكر مع بعض اللي هي بتكون حرف الزد دي يعني. تمام. يعني الانجل دي تكون هي الانجل دي، ده ان كيس ان احنا ده parallel لده طبعا. ماشي. ده لو فاكرين. طيب اللي بعديها corresponding angles are equal in measure. ايه corresponding دول؟ يعني لو ده parallel لده فالانجل دي بتبقى هي الانجل دي حرف الاف. تمام. اخر واحده بيقول ال two interior angles on one side of a transversal are supplementary، ده اللي هو كنا بنقول حرف الايه سي، لو ده parallel ده فده مش هيبقى ايكوال ده بقى، محدش يتلخبط. تمام. ده بيبقى ايه الانجل دي بقى؟ هتبقى لو دي مثلا اسمها سيتا، فالانجل دي 180 ماينس السيتا. ليه؟ لأن هو بيقول supplementary بقى مش equal. حلو. بس فدول كانوا ايه التلاتة كيسز بتوعنا زد و اف و السي او اليو على حسب ما انتوا كنتوا متعودين. طيب تعالوا نحل كده شوية examples. بيقول AB parallel للCD. ماشي. عايزين بقى نكمبليت بقى الكلام ده،
يلا بينا. measure الانجل ACD. ACD دي يعني اقدر اجيبها ازاي؟ لسه قايلين حرف السي او اليو اللي هو هيبقى 180 minus 62 بس، تمام، فتطلع ب 180. ماشي، اللي بعديه عايز measure الانجل ACD. ACD دي هتبقى هي measure الانجل مين؟ BAC او CAB. ماشي، اللي هي بكام يعني؟ 7. ماشي، BAC او CAB مش فارقة. يلا measure الانجل ACD. ACD دي هتبقى هي دي اللي هي 120. اذا عرفت ازاي حرف الاف متشقلب بس ما تخدعش فيها، تمام، طالما عندي two parallel lines وده transversal ففي ثلاث حاجات، حرف الزد اقدر اعمله، حرف الاف اقدر اعمله، والسي طبعا اقدر اعمله. ماشي، طبعا هو عايز equal انهي انجل، اقدر اقول له ان هي EAB. EAB او حد تاني هيقول لي BAE، هي ماشي ال 120 يعني. ماشي، بعد كده تعال نشوف measure الانجل دي عطيها لي وبيقول لي ان ال AB parallel مع ال DE، ده مهم. ماشي، عايز اعطي لي دي equal دي، عايز measure الانجل B، عايز ال start دي بكام. طيب ببساطة، مش أنا ده وده parallel وده transversal أهو، ده حرف ايه ده؟ سي اهو، واضح جدا. بس فانا اقدر اجيب الانجل دي ببساطة ازاي؟ ما دي هتبقى 180 minus 128 على طول، بس خلاص تطلع كام؟ 52. يبقى measure الانجل بي بكام؟ 52 برضو، هو الاتنين equal، هو اللي قايل، بس خلاص. بعد كده يقول ان AB parallel مع CD، يقول ان ال AB برضو parallel مع ال EF، يبقى اكيد التلاتة parallel لبعض يعني كده كده. طيب measure الانجل A اعطيها لي ب 60، measure الانجل E اعطيها لي ب 35، عايز measure الانجل ACE، عايز الانجل دي كلها على بعض. طيب نعمل ايه بقى؟ حد ممكن يقول لي طب ما انا عندي حرف السي اهو، انا اقدر اجيب الانجل دي. ينفع ازاي؟ 180 minus 35 accepted طبعا. نفس الكلام الانجل اللي فوق دي اقدر اجيبها بنفس الاسلوب، 180 minus 60 عادي. وبعدين عايز اجيب دي، اعمل 360 minus ال 2 angles اللي انا هجيبهم بقى دول، ده ايه؟ accepted. ماشي، او ممكن حد تاني يفكر باسلوب تاني ممكن يكون اسرع شوية، ان انا اعمل construction كده. ايه ده؟ ليه ده؟ مال الكونستراكشن ده هيساعدني اوي. ازاي؟ انا اقدر اجيب الانجل دي على طول بكام؟ 35 خلص. انا اقدر اجيب الانجل دي على طول بكام؟ 60 خلص. ايه ده؟ عرفت ازاي؟ alternate angles، حرف الزد اهو، صح ولا لا؟ بس نفس الكلام هنا، بس فدي حلوه برضو، انا بحيث ان انا اقدر اجيب بقى خلاص الانجل دي كلها على بعض، هي 60 plus 35 اللي هي يعني 95 degree. كلام جميل، فان انتوا برضه تفكروا في حاجات زي كده حلوه. طب بعد كده يلا اعطيني دول بارل لدول ودول بارل لده، عايز ميجر الانجل ABF. ABF عايز الانجل دي. طيب نبص كده، مش ده بارل لده، في حرف زاد اهو، يعني الانجل دي بكام؟ 45. طيب مش ده parallel لده؟ مش ده حرف الاف اهو، ده parallel لده، ده transversal، ده اهو، يبقى دي 45 ما فيهاش اي مشكلة، حرف الاف وحرف الزد بيكونوا equal angles عادي جدا. ماشي، بعد كده عايز measure الانجل A، ولو قرينا هنلاقي ان هو بيقول ان ده parallel لده. ماشي، الانجل دي عايزها. طيب مش ده parallel لده؟
يعني الانجل دي هي الانجل ايه، ما نتخلعش، ده هو اللي بارلل ده، يبقى الانجل دي هي الانجل ايكوال للانجل دي. ماشي، مش دي كلها لا. وبرده لو قرينا هنلاقي بيقول ان السي دي بارلل مع الاي بي. ماشي، يعني ببساطة انا اقدر اجيب الانجل دي ازاي، 180 ماينس ال 110. حد تاني ممكن يقولي لا، طب ما انا حرف الزد اهو، اه برضه اكسبت حرف الزد اهو، يبقى ال 110 دي هي 110 دي، يعني دي كلها ب 110 بس، يبقى هتتقسم 55 و 55، يبقى الانجل ايه هتبقى ال 55. ماشي، فأي أسلوب يعني ايه accepted، يعني حد تاني ممكن يشتغل ويجيب دي 180 minus 110 يعني 70، بعد كده يعمل 180 minus 70 فتطلع له 110، بعد كده يقسمها على 2 تطلع له 55 55، مفيش مشكلة. بس فعلى حسب انت شايف ايه وايه المناسب تقدر تستعمله عادي. بس انا شايف حتة الزد دي يعني حلوة، بحيث ان مش كله بياخد باله منها، عشان الانجل لما بتكون كبيرة كده ما بتاخدوش بالكم، تاخدوا بالكم بس ايه لما تكون اكيوت كده. طب بس عادي لو كانت كبيرة كده عادي، دي هي دي برضه مفيش مشكلة. طيب بعدين هنا عايز الاكس، يلا هو ايه اللي طبعا الاتنين دول بارلل، طالما عامل لي اسهم كده اصله بيهم بارلل يعني، يلا اكس عشان اجيبها ممكن برضه استعمل الاكستنشن. يبقى الانجل دي خلاص عرفت ب 25، يبقى الانجل دي خلاص عرفت ب 20، من هنا الصم بتاعهم يبقى 45، معرفت ان الاكس ب 45 خلص. نفس الكلام هنا ممكن اعمل اكستنشن كده كونستراكشن، بحيث يكون بارلل برضو للاتنين سايدز دول. ماشي، هستفيد ايه؟ ان انا اقدر اجيب الانجل دي بسهولة، 180 ماينس 115، نفس الكلام هنا 180 ماينس 103، نحسب ده ونحسب ده، نعمل لهم سم، جبت الاكس المفروض تطلع لك 142 ديجري. كلام جميل ومحترم. بعد كده ندخل على التراينجل والبروبرتيز بتاعت التراينجل. اول حاجه طبعا السم بتاع الميجرز اوف الانتيرير انجلز بتاعت التراينجل طبعا هتكون ايه 180. يعني لو احنا عندنا تراينجل ده بلس ده بلس ده، الانجلز دي بلس دي بلس دي، تطلع كام؟ طبعا 180 ديجري. كلام جميل. وان الميجر بتاع الاكستيرير انجل بتاع الترينجل از ايكوال تو ذا سام اوف ميجرز اوف ذا تو انتيرير اوبوزيت انجلز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاكستيرير انجل دي يعني مثلا اللي هي اللي بالازرق دي، هل دي بتبقى ايكوال ايه؟ السام بتاع تو اذر اوبوزيت انجلز دول. تمام، بس فده الايه البروبرتي التانية. بعد كده اللاين سيجمنت اللي بيكون جوينينج الميد بوينتس بتاع تو سايدز اوف ا تراينجل از بارلل تو ذا ثيرد سايد. يعني لو احنا عندنا ميد بوينت اهو هنا ميد بوينت تانية هنا، فاللاين سيجمنت اللي هيبقى جوينينج التو ميد بوينتس ده هيكون بارلل للايه للثيرد سايد اللي هو ايه التالت ده. حلو، طيب وماله برضو؟ وهو هو نفس اللي احنا بنتكلم عليه ده، هيبقى equal half اللينس بتاع الايه الثيرد سايد. يعني ده اللي احنا رسمينه اللي هو joining the midpoints ده بيبقى equal half البيز ده او الثيرد سايد ده. تمام، يعني لو ده البيز يبقى ايه half البيز. كلام جميل، دي حاجات طبعا ايه لا غنى عنها، لازم تكون عارفها عن الترينجل. طيب نيجي نشوف الاكزامبلز. عندنا عايز value x، قلنا مش دي طبعا exterior angle، عادي ممكن حد يقول لي مثلا ايه الانجل دي انا اقدر اجيبها 180 minus 120، فهيقول لي ان هي ب60 مثلا، بعد كده يعمل ايه 180 minus 60 minus 60، عادي مفيش مشكلة. دي طريقة، او من لسه اللي احنا قايلينها ان اصلا ال 120 دي اقدر اجيبها ان هي هتبقى x plus 60، فانا لو الاكس عايزها اعمل 120 minus 60 على طول، اللي هتطلع كام 60 ديجري. تمام، طيب بعد كده هنا ال A
ده انا اقدر اعتبرها ان هي exterior angle، فاقدر اقول ان هي 72 plus ال 18 اللي هي بكام؟ 90، صح. بس فدي طريقة. او حد تاني ممكن يقول لي ان انا ممكن اجيب الانجل دي ان انا اعمل ايه، 180 minus ال 72 minus ال 18، فاجيبها بعد كده اعمل 180 minus الانجل اللي جبتها، عادي برضو، ايه مفيش مشكلة. طيب البي والسي عايزينهم. طبعا البي لو انا جيت بصيت على اللاين ده هو نفس اللاين، فلو الانجل دي بناينتي يبقى ده السبلمنتري بتاعه اللي هو بكام يعني؟ 90 برضه، اللي هي 180 minus من الانجل ايه اللي هي 90، تطلع 90 برضه زيها. ماشي. طب السي بقى خلاص دي 180 minus ال 53 minus ال ايه ال 90، تطلع ب 37. ماشي. فلازم نكون ايه بنعرف نلعب بالترينجل لعب يعني. بعد كده هنا ببساطة 120 السبلمنتري بتاعها بكام؟ 60، لو عرفت الحتة دي ب 60، ال 100 الحتة دي تبقى ب 80، 180 minus يعني ال 100، خلاص بقى عايز ال A يبقى 180 minus ال 60 minus ال 80 اللي تطلع يعني 40 degree. بعد كده هنا بيقول ان ده السايد ده parallel لده، تمام. فممكن حد يقول لي طب ما في حرف زاد اهو، يعني دي لو 42 يبقى دي كمان 42. بعد كده الاكس لو انا عايزها يبقى 180 minus ال 42 minus ال 63، صح، ما فيش مشكلة. او حد تاني ممكن يقول لي لا حاجة تانية، طب ما انا عارف ان ده ومع دي الاتنين مع بعض هيكون 180 supplementary، حرف السي او اليو، ماشي. فهيروح قايل لي ان دي كلها 180 minus ال 63. بعدين انا عايز الاكس، اشيل بقى من الرقم اللي هيطلع لي ده، اشيل منه ال 42، فيطلع طبعا نفس الانسر اللي هي كام يعني؟ 75. بعد كده بيقول find the perimeter بتاع الكوادريلاترال دي اي سي اف. طيب زي ما احنا شايفين اعطينا تريانجل ومشاور لي كده ان ده 100 بوينت، ودي كمان 100 بوينت، دي يعني 100 بوينت، والاي كمان 100 بوينت، كلام جميل. يلا من البروبرتيز بقى اللي احنا لسه قايلين، الاف دي لو انا عايزها تبقى بكام؟ هتبقى هاف البيز ده اللي هو 6، تمام. طب الدي اي هتبقى هاف ده، يعني هاف التاني يعني بفايف. حلو، وعرفنا ان ده هيكون بارلل لده، وده هيكون بارلل لايه؟ للسايد ده، ماشي. بس فدي بسيكس ودي بفايف، دي اكيد هتكون بسيكس برضه، دي اكيد هتكون بكام؟ بفايف، لان ده هيبقى ايه؟ بارللوجرام. فهو عايز البريمتر بس، يعني السم بتاع الاكستيرير سايد لينسز، يعني 6 بلس 5 بلس 6 بلس 5 اللي تطلع 22 سنتيمتر. كلام جميل ومحترم. بعد كده نتكلم على اشكال مشهورة. طبعا اولا البارالوجرام ده هو ايه اللي بيجي منه الحاجات التانية دي، تمام. فالبارالوجرام كده هو اللي بيطلع منه الحاجات التانية، ده الجنرال كيس يعني بتاعتنا. فلو البارالوجرام الدياجونال perpendicular to each other هيقلب ايه؟ رمبس. او ان two adjacent sides are equal in length، ان السايد ده يكون زي السايد ده نفس اللينث، هيقلب برضو ايه؟ على رمبس، تمام. طيب الرمبس لو واحد من الانجلز اللي هي ده مثلا ب 90 ديجري، تمام، فهيقلب على شكل سكوير. او ان الدياجونال يكونوا equal in length، احنا عارفين ان الرومبس الدياجونالز ما بيكونوش equal in length، لو بقوا equal هيقلب برضو ايه على سكوير على طول. كلام جميل. طيب من الناحية التانية لو البارالوجرام برضو بقى الانجل من الانجلز دول بقوا 90 degree، هيقلب للريكتانجل. او ان الدياجونالز يكونوا equal in length، تمام، لو الدياجونالز بقوا equal in length هيقلب برضو ايه على ريكتانجل، ماشي.
طيب ومن الريكتانجل لو ال diagonals perpendicular to each other هيقلب ال square، أو إن two adjacent sides equal in length لو ده قد ده هيقلب برضو على square على طول. ماشي، يعني دي زي map كده بتطلع منها إن انتوا تكونوا عارفين إن ال parallelogram هو ده ال general case بتاعنا. ال special cases بقى منه بيطلع ال rhombus وال square وال rectangle على حسب بقى ايه اللي حاصل لل parallelogram ده. ماشي، بعد كده طبعا في التيبل المعمول ده علشان يثبت لكم بقى حاجات معينة وتعرفوا من خلالها هل فعلا ال parallelogram كل ال sides مثلا equal. فلا طبعا، يعني all sides are equal parallelogram لا طبعا. مين اللي كل ال sides equal فيهم؟ ال rhombus والسكوير بس. ماشي، طبعا التيبل واضح، لازم ما تكونوش بتتلخبطوا في ولا واحد منهم. برضو حاجة مشهورة برضو ان الدياجونالز بتاعت مثلا الريكتانجل هل بيبقى يعملوا بايسكت الانجل؟ فلو نلاحظ هنلاقي each diagonal bisect the vertex بتاعت الانجل ال vertices angles يعني اللي هما ايه في الريكتانجل. لأ، عشان دي بتتلخبطوا فيها وبتقولوا مثلا في الريكتانجل ما الدياجونالز هيقسموا 45 45. لا، الحاجة الوحيدة اللي بتقسم كده مين؟ السكوير، هي اللي 45 45. الرومبس بيبايسكت بس ما بتبقاش بقى 45 45، طبعا على حسب بقى الانجل اللي كانت موجودة. يعني لو كانت هنا 60 مثلا فالدياجونال هيقسمها 30 و 30. ماشي، انما في السكوير الميزة بتاعته احنا هنا الميزة بتاعته في السكوير ان الانجل اصلا بتبقى 90، فلما الدياجونال بيطلع بيقسم 45 45. ماشي، فناخد بالنا يعني ايه من الحاجات دي والكونديشنز دي علشان مهمة جدا. ماشي، بعد كده هنتكلم على السيركلز. طبعا كلها فاكتس رولز لازم تكونوا عارفينها لا غنى عنها. كل البروبرتيز بتاعت السيركلز والكورد والتانجنت والحاجات دي مفيش غنى عنها، لازم تقروها كويس جدا وتكونوا عارفين كل حاجة فيها. تمام، هعلم لكم بس على أشهر الحاجات اللي بنستعملها كتير علشان برضو ايه تعملوا فوكس عليها برضو ايه اكتر. يعني مثلا اول واحدة دي برضو ايه مهمة جدا، وتاني واحدة برضو مهمة، فكرة ايه ان الكورد لو احنا نزلنا بقى على الكورد ده بميت بوينت من السنتر، تمام، فده بينزل 90 degree، وفايس فيرسا بقى لو احنا مثلا عارفين ان احنا نزلنا 90 degree على الكورد من السنتر يبقى اكيد هن بايسكت. ماشي، فدي هي دي يعني. وطبعا فور دي برضو ايه غاية في الأهمية، ان اي radius ولو نزلنا عند point هنا مثلا a ورسمنا عند point a ده tangent، فالtangent مع radius بيعمل ايه 90 degree، مهمة جدا جدا. بعد كده طبعا اللي بفوته ده مهم ولازم تكون عارفينه، بس يعني ايه يعني مش هيقابلنا كتير قوي، بس انا بعلم لكم على الحاجات اللي ايه لغاية في الاهمية. دي برضو مهمة جدا ان two inscribed angles لو subtended by same arc AB مثلا فيبقى ايه inscribed angles دول equal in measure. ماشي، two inscribed angles have same arc و measure الانجل دي هي measure الانجل C، مهمة جدا. بعد كده برضو السنترال انجل، طبعا هنا السنترال انجل هو المجر بتاع الارك مفيش مشكلة. هنا بقى بيقول ان الانسكرايب انجل هو هاف ايه مجر الارك، مجر الارك هو مجر الايه السنترال انجل السايلين، فبقى احنا عارفين كده ان الانسكرايب انجل هو هاف الايه السنترال انجل زي ما هو ايه واضح هنا برضو. ماشي، فالاتنين دول برضو مهمين جدا. دي طبعا غاية 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 في الأهمية، فكرة ان احنا نرسم تريانجل في سيمي سيركل في نص دايرة كده، فالأوبوزيت للديامتر بيعمل 90 degree عند الفيرتكس دي، تمام، مهمة جدا. يعني at any بقى ايه تريانجل، يعني لو انا رسمت تريانجل بالمنظر ده هنا هتبقى 90، تمام، لو رسمت تريانجل حتى لو كده يعني فاهمين الفكرة ده هتبقى 90.
ال opposite لل diameter بيبقى ايه 90 degree. ماشي، مهمة جدا طبعا. لو ده cyclic quad فال two opposite angles دول بيبقوا ايه supplementary. ماشي، يعني 180 ده اللي احنا لسه قايلينها فوق. لو احنا subtended by same arc فبيكونوا equal المشر، دي ما فيهاش مشكلة. ايه تاني يعني؟ دي برضو مهمة عشان بتتخضع فيها ساعات. التانجنسي انجل اللي هي الانجل دي بتبقى ايه هاف الارك او اللي هي السنترال انجل يعني. ماشي، ونفس الكلام برضو ايه اللي احنا كنا لسه قايلين ان هو هاف الارك الانسكرايبد انجل، فدي بتبقى هي ايه التانجنسي انجل برضو. ايه مهمة جدا. ماشي، دي نفس الكلام هي اللي فوقيها شبهها يعني، بس بدل ما يتكلم على الارك يتكلم على السنترال انجل. احنا لسه قايلين ان الارك هو ايه نفس الميجر بتاع السنترال انجل، مفيش مشكلة. مهمة جدا فكرة الميجر الانجل اكس هنا، لو احنا عايزين نجيبها بنجيبها ازاي؟ بنعمل سم للميجر بتاعت الاركس دول divided by ايه 2. حلو، لما ناخد بالنا بقى لو كانت بره الانجل دي كانت بره كده، يعني عندي ما بين 2 سيكنس، فساعتها بنعمل ميجر الارك الكبير ماينس ميجر الارك الاصغر. ماشي، divided by التو برضه، فدي شبه دي. الفرق هنا ان في بلس هنا في ايه ماينس، فعلى حسب لو الانجل جوه السيركل هنعمل بلس عادي للتو اركس، انما لو كانت الانجل بره السيركل فساعتها بنعمل ايه ماينس، طبعا الكبير ماينس ايه الصغير. فمهمة جدا. بعد كده طبعا ايه الكومن فيتال ميستيكس، الغلطات الشنيعة اللي انتوا بتعملوها وهتفضلوا بتعملوها بس ما فيش فايدة، بس احنا كتبناها اهو بشكل شيك. ده الغلطات، ده الايه الصح بتاعهم. يعني الغلطات دي لو شفت حد بيعملها تاني المفروض يعني ايه مش عارف اعمل في ايه تاني. فاشهر غلطة واكتر غلطة كارثية، وهي ان فكت الباور 2 تتفك ايه بالمنظر ده، كارثية وغلط جدا. تمام، دي بتتفك ايه 3 ترمز زي كده. تمام، بنعمل سكويرنج الفيرست وسكويرنج السكند عادي اهو. تمام، بعدين 2 تايمز الفيرست تايمز الايه السكند، فبتبقى 2x في y. ماشي، وبنحطها في النص عشان يبقى الشكل ايه حلو. ماشي، طب ليه بتتلخبطوا وبتعملوها كده؟ علشان في المالتيبليكيشن، يعني لما يكون هنا اي بي اول باور 2 فعلا هي الباور 2 بيتوزع عادي اهو. تمام، فدي مظبوطه، فمحدش يتلخبط ما بينها وما بين دي. يعني هنا ده ايه ترم واحد كده اهو على بعضه متكون من 2 فاكتورز. ماشي، انما هنا عندي كام ترم؟ 2 ترم. ماشي، فهناخد بالنا منها كويس اوي، وناخد بالنا برضو ما نتحاولش. يعني هنا الباور 2 موجود على ايه البراكت ده، فما نتحاولش ونحط برضو ايه باور 2 على الرقم. هو ماله الرقم ده؟ معلهوش باور 2 ده. ماشي، وطبعا هنا لما بيكون عندي 2 ترمز 2 ترمز هنا وعايز اوزع، فما بتتوزعش بالمنظر ده. ما حدش يقول لي الاولاني مع الاولاني يبقى اكس سكوير والتاني مع التاني يلا في 15، غلط طبعا. ماشي، كارثية. بنعمل ايه ازاي ديستريبيوشن؟ اول مع الاول بلس الاول مع التاني بلس التاني مع الاول بلس التاني مع التاني. ماشي، وبعد كده نجمع بقى. ماشي، فهنا مثلا هتبقى اكس سكوير اهو الاول مع الاول، بعد كده بلس 3 مع الاكس، بعد كده بلس 5 مع الاكس، بعد كده بلس 5 مع 3 يبقى ايه 50، ونجمع دي هتطلع ايه 8x فعلا وبس. ماشي، فمحدش يتلخبط فيه. بعد كده لو عندي x square equal 9 والاكس دي ممكن تبقى positive وممكن تبقى negative،
فزيرفور ما حدش يقول ان هي بثري بس، لا هي بوزيتيف او نيجاتيف ثري. ماشي، جت منين؟ من الفكرة دي ان احنا لما بنيجي نعمل سكوير روت لإكس سكوير دي ما بتطلعش إكس، ده غلط، بتطلع ايه؟ ابسليوت الإكس. ماشي، فممكن تبقى بوزيتيف ممكن تبقى نيجاتيف عادي، ما فيش مشكلة. بعدين اما لو كان بقى الباور 2 جواه بقى اللي فيه روت، ساعتها عادي بتطلع اكس عادي، مفيش مشكلة. تمام، ليه؟ لان هنا اللي تحت الروت ده ما ينفعش يبقى بنيجاتيف، انما هنا هل ينفع الاكس تبقى بالنيجاتيف؟ اه ينفع. ليه؟ ليه؟ عشان في باور 2، باور 2 بتحمي الروت، فهيدخل ايه؟ حاجة بوزيتيف عادي. يعني لو كان اللي جوه ده نيجاتيف 1 مثلا، فنيجاتيف 1 كده كده هتتعمل لها باور 2، فالباور 2 هيضيع النيجاتيف عادي، مفيش مشكلة ان انا اخد ايه سكوير روت لحاجة زي كده. تمام، نجربها على الكالكوليتر عادي. انما هنا مثلا هل اصلا الاكس هتقبل ارقام نيجاتيف؟ لا طبعا ما تقبلش. طبعا ده لو احنا بنتكلم في الريل، في الكومبلكس في كلام تاني. ماشي، بعد كده لو جالي حاجة فيها روت 9، في ناس بتلخبط يقول لي اه ما روت ورقم ايه، الله بوزيتيف ولا نيجاتيف. الله، احنا ما قلناش كده، احنا لو كانت اكس سكوير هي اللي ايكوال 9 ساعتها هتبقى بوزيتيف او نيجاتيف ال 3. ماشي، انما هنا ده هي روت 9 بس خلاص، مفيش باور 2 هنا، مفيش الحوار ده، فده رقم عادي هيطلع كام؟ 3 على الكالكوليتر، دي مفهوش فزلكة. تمام، لما انت بتتلخبط ما بينها وما بين دي فمحدش يتلخبط فيها. بعد كده برضو مشكلة ان احنا عندنا هنا two terms، هل الروت يتوزع؟ لا طبعا ما بيتوزعش، يعني ده كده غلط. طب نعمل ايه؟ نجمع الاول اللي جوه خليه مثلا 25، بعد كده ناخد الروت بقى عادي يطلع ايه 5، مفيش مشكلة. حد هيقول لي ايه ده، ازاي مش بوزيتيف ونيجاتيف 5؟ هروح اخبط دماغي في الحيط دلوقتي، احنا لسه قايلين هنا ده رقم عادي. ماشي، طيب هنا روت 3 بلس الروت 3، في ناس بيقولوا ايه نجمعهم مع بعض، يلا روت 6، ده طبعا ايه مش صح. الصح بتاعها ان احنا ناخد الروت 3 كومن، لو اخدنا الروت 3 كومن فهيتبقى لنا 1 بلس 1 اللي هي كام يعني 2، يعني تبقى 2 روت 3. ماشي، هنا باور 2 لما اجي اوزعه هنا عادي، دول ايه 2 فاكتورز عادي، ترم واحد 2 فاكتورز هيتوزع على الاتنين عادي جدا مفيش مشكلة، فيبقى 2 باور 2 اللي هي 4 و روت ال 5 اللي هي لسه قايلين ان هي بكام، تطلع ب 5. ماشي، انما محدش ينسى ويقول لي ايه الباور 2 هيضيع الروت وينسى ان في هنا 2 برضه، هيعملها بالمنظر ده مش صح. بعد كده في ناس بتلخبط ان 7 اوفر الزيرو يدينا زيرو، طبعا لا، دي بتبقى ايه undefined، ما ينفعش ايه اعمل division by الزيرو. طبعا برضو هنا الباور 2 لو عايز اوزعه هيتوزع التلاتة terms لسه قايلينها فوق. بس حاجة تانية برضو في ناس بتتخدع اللي هي ايه، انا ممكن اخد التو كومن واطلعها بره، فبيطلعها بره ومن غير الباور، ده ايه مش صح. فلو هتطلع بره لازم تطلع بره بالباور بتاعها، يعني هنا لو هاخد التو كومن ماشي خدها كومن هيبقى لي اكس بلس 1 ماشي، بس كل ده بقى باور 2، انا لعبت جوه فايه نلعب جوه ماشي. وبعدين الباور 2 لو عايز اوزعه بقى عادي هيتوزع برضو على التو وهيتوزع على البراكت ده كمان ماشي، فتبقى ايه بالمنظر ده. بعد كده عايز اوزع الباور 2 بقى تلاتة تيرمز بقى، سكويرنج الفيرست سكويرنج السكند 2 تايمز الفيرست تايمز الايه السكند، كلام جميل. فالفكرة بس ان ايه محدش يروح مطلع التو بره كده من غير ما يعمل لها السكويرنج. بعد كده a over b لو equal ratio معينة 3 over 5 مثلا، في ناس بتقول اه على طول يبقى ال a equal 3 ال b equal 5، هل ده شرط؟ هي اه صح ماشي، بس هل دي هي الوحيدة الكيس الوحيدة؟ لا طبعا. تمام، ما مش شرط يبقى ال a ب 3 وال b ب 5، ممكن تكون ال a مثلا ب 6 وال b ب 10. حد هيقول لي حاجة؟ ما 6 over 10 بتساوي 3 over 5 برضه، فمحدش ايه يتخدع فيها. فبنقول ايه الصح بقى، يا اما نعمل cross multiplication، فنقول ان 5a
equals 3b. ماشي، دي طريقة. أو إن أنا أقول إن ال a equals 3a بس مضروبة في بارامتر تاني اللي هو ايه t مثلا أو أي حرف تاني يعني. تمام، نفس الكلام ال b هي 5 t برضو. ماشي، إنما ما ينفعش حد يقول لي ايه من هنا بس أقدر أجيب ال a وال b. غلطة، دي equation واحدة فيها اتنين unknowns. ماشي، اللي هما ال a وال b. فهل ينفع من equation واحدة فيها اتنين unknowns أجيب ال a وال b؟ لأ طبعا. أنا أقدر أجيبها كريشيو أو كـ equation أهي أبسط مثلا. ماشي، إنما ما ينفع، ما أقدرش أجيب الـ A والـ B كأرقام بالظبط زي ما هو مكتوب كده يعني، ده مش صح. كلام جميل. هنا لو أنا عايز أجيب الريشيو بقى ما بين مثلا X و Y، يعني أنا عايز X to Y مثلا equal كام، فببساطة هنا X أهي عايز أوديلها الـ Y، أوديلها الـ Y ماشي بالديفيجن. بعد كده 2 تروح رايحة الناحية التانية بالديفيجن برضو. ماشي، ففي ناس بتتلخبط وتقول x over ال y على طول بقى 2 over 3 عشان ال 2 جنب ال x مثلا، ده مش ايه، مش صح. فناخد بالنا ايه في الترسيم، ال y هتروح الناحية التانية بالديفيجن مش هترجع، ايديها فاضية، هترجع ال 2 ايه تحت. ماشي، عشان ايه تثبت في دماغك. بعد كده الباور النيجاتيف، باور النيجاتيف ده يعني هي في الدينامينيتر، يعني الرقم ده اصلا المفروض يكون في الدينامينيتر بس، علشان اشيل الباور نيجاتيف هنزله تحت بس. انما محدش يقول لي ايه هضرب في نيجاتيف، ده طبعا ايه رقم تاني ملناش دعوه بيهم دول. هنا نفس الكلام، باور نيجاتيف هيبقى ايه اللي جوه ده في الدينامينيتر، يبقى 1 اوفر a بلس b. هل ينفع ان انا اوزع؟ لا طبعا، يعني ده كده ايه مش مظبوط. ان انا اروح قايل 1 over a plus 1 over b ده طبعا ايه غلط طبعا. هنا الغلطة المشهورة ان لما نلاقي حاجة زي كده مثلا حد هيروح قايل لي يعمل divided by ال x، ويروح مضيع ده ومع ده ويتبقى لي هنا x divided x of 1 يبقى ال x equal 1، ده طبعا ايه مش صح. اما ايه الصح؟ ان انا اروح مرجعها تاني يبقى x square minus ال x تبقى equal 0، ارجعها بالمنظر ده. وبعدين اقدر من حقي بقى اخد الاكس كومن مثلا، يبقى اكس هيتبقى لي اكس ماينس 1 واقول ان هي ايكوال 0. عندي حاجه بالمنظر ده ايكوال 0 يبقى ايزر ده ايكوال 0 اور ده ايكوال 0، فيبقى الاكس ايكوال 0 او 1. ماشي، فلو عملتها كده على طول عملت ديفايدد باي الاكس، انا كده بعمل ديفايدد باي انون. طب ممكن الانون ده يكون 0 صح ولا لا؟ صح، فلو الانون ده زيرو يبقى انا عامل ديفيجن باي زيرو، دي كارث. تمام، فانا كده ضيعت حل من الحلول وده طبعا ايه مش صح. ماشي، فلو انا واثق 100% بقى ان هي مستحيل ان الاكس دي تكون بزيرو، عادي ممكن اعمل اهو ديفايد باي الاكس وماشي مفيش مشكله. انما لو في احتمال 0.01 ان هي تكون بزيرو، يبقى مش من حقي وحرام ان انا ايه اعمل divided by unknown. ماشي، بعدين هنا حاجة بالمنظر ده قلنا ممنوع ان احنا نوزع اللي فوق كده على اللي تحت كده بالمنظر ده، ده طبعا ايه غلط مش صح. طب دي بتبقى ايه؟ هي زي ما هي ملهاش simplification. ماشي، طب ايه اللي ليه simplification بقى؟ دي هي دي بقى اللي انت بتتلخبط فيها ما بينها وما بين دي، ان اللي فوق اقدر اوزعه بقى ايه على اللي تحت. تمام، انما العكس ما ينفعش، يعني ما ينفعش اللي تحت كده راح موزعه كده ايه على اللي فوق، ده كده ايه مش صح. انما هنا اقدر بقى اللي فوق اوزعه اللي تحت عادي طالما عندي 2 تيرمز طبعا. ماشي، ف هنوزع كده فتبقى 4k over 2، يبقى كده 4k over 2 plus 2 over 2 بس، واعمل بقى simplify 4 over 2 اللي هي 2k و 2 over 2 اللي هي 1 بس. فا simplified form يعني هيبقى 2k plus ال 1. حلو، في ناس بقى ايه تتلخبط بقى وتروح قايلة طب ما تروح مع ال 2، عبط. ماشي، مفيش حاجة اسمها كده. حد يقول لي طب ما ال 2 دي تروح مع دي ويتبقى لي هنا 2 يبقى 2k plus 2، ده طبعا ايه غلط. فمحدش ايه يتذاكى ويعمل الحركات دي. عندي 2 terms فوق هنوزع ماشي اللي فوق على اللي تحت،
بس ساعتها ايه نشتغل مظبوط، يبقى 4K divided 2 plus 2 over 2. طب ليه الكلام ده مظبوط؟ ان احنا عارفين ان ده كده شكل الديفيجن وفي common denominator، مش في common denominator يبقى انا من حقي اخد common denominator كده واجمع اللي فوق، يبقى 4K plus 2 اهو رجعت زي ما هو كان ايه قايل اهو، فيبقى انا كلامي مظبوط. تمام. بعدين هنا لما يكون عندي division اهو half minus 1 plus x over 2، عندي common denominator اهو، فالمفروض ان انا اخد 2 common، ماشي common denominator تحت، واعمل ايه sum للي فوق، يبقى 1 minus، فهنلاقي ان في minus هنا عشان كده قلت 1 minus، فالناس بتنسى بقى بتروح قايله 1 plus الاكس اهو. طب اهو يلا انا كده مظبوط وما فيش مشكله زي ما هو عامل كده، طبعا ده ايه مش صح. طب امال ايه الصح؟ ان انا لازم احط براكت هنا. هل البراكت ده بيفرق؟ بيفرق جد. البراكت ده معنى كده ان النيجاتيف دي هتخش على الاثنين صح، فتبقى حاجه بالمنظر ده، يبقى 1 minus 1 minus الاكس بقى. تمام. طبعا الانسر مختلف اختلاف الجذري، ده هنا x over 2 هنا negative x over 2، فناخد بالنا من حاجة زي كده، في negative، negative دي ايه لو هاخدها common denominator يعني وكده، فايه بتتوزع على الاتنين، او ان انا احط bracket، البراكت يحميني من ايه من المشاكل. هنا في تخلف بيحصل مثلا ويروح قايل ايه ما في x وفي x يلا 5x square يلا مع بعض، لا طب هل دول like terms؟ احنا اتكلمنا عن like terms في الاول، لازم like term يبقى ايه ال variable هو ال variable بالظبط بنفس ال power بنفس كل حاجة. طب هنا هل ال variable هو ال variable بالظبط؟ لا طبعا، مش من حقي اعمل حاجة زي كده، ده غلط جدا. طبعا ايه اللي من حقي؟ ان انا ممكن اخد common factor، يعني لو اخدت common factor x مثلا ونشوف هيتبقى لي كام، هنا هيتبقى لي 2x وهنا هيتبقى لي ايه 3 بس، حاجة بالمنظر ده عادي accepted مفيش مشكلة. ليه؟ لأن طالما common factor فأنا أقدر أوزعها، فلو وزعت هيرجع لي نفس اللي هو كان كاتبه، فكلامي مظبوط. ماشي. بعد كده فكرة إن إيه أودي حاجات في سايد لوحده وكده، في ناس بتتلخبط فيها، يعني هنا مثلا عايز أخليها أخلي مثلا الـ x بالبوزيتيف والواي تكون جنبيها وبعد كده الكونستنت يكون بعد الايكوال، فلو انا هودي ده الناحيه التانية ففعلا هيبقى الاكس بالبوزيتيف، ولو وديت ده الناحيه التانية ففعلا الواي هتبقى ايه بالنيجاتيف مظبوط. لما ناخد بالنا بقى ان الثري مش هتتعكس بقى، ما الثري فضلت في مكانها تمام، فالثري اصلا بالبوزيتيف فما ينفعش اقول ايه ان هي نيجاتيف ثري، لا طبعا هي ثري بس المفروض، ماشي. فناخد بالنا من الاشارات وانا بعمل ايه. طيب او ان انا ممكن اودي ده الناحيه التانية واسيب بقى الباقي زي ما هو وعدل ترتيبهم مفيش مشكله، يعني اخليها نيجاتيف اكس كده انا ايه سبتها زي ما هي بلس 2 واي ما جتش جنبها، انا بس ايه وديت دي الناحيه دي ودي الناحيه دي، يعني بدلت اماكنهم بس ماشي، انما ما وديتهمش بعد الايكوال. حلو. ايكوال بقى هتبقى كام؟ نيجاتيف 3 بقى ماشي، الثري هي اللي هتروح فايه تبقى نيجاتيف 3 بس. ومن هنا انا اقدر اعمل مثلا تايمز نيجاتيف 1 لو انا عايز اشيل الاشاره دي مضايقاني مثلا عايز اخليها اكس بس، ماشي خليها اكس بس، يبقى ماينس 2 واي هضرب نيجاتيف في كل الترمات هتتضرب في نيجاتيف، فده ترم لوحده ده ترم لوحده ده ترم لوحده، يبقى اكس ماينس 2 واي ايكوال 3 تمام، زي ما قلنا هنا اللي هو لو النيجاتيف دي ما كانتش موجوده كانت تبقى صح. بعد كده اتكلمنا عليها في الاوردر اوف اوبريشن، طبعا لازم المالتيبليكيشن يخلص الاول بعد كده الاديشن، فما ينفعش مثلا حد يقول لي 7 بلس 4 يلا ب 7 تايمز بقى 5، لا غلط طبعا. اوردر اوف اوبريشن مهمه جدا تمام، لازم نخلص من المالتيبليكيشن الاول بعد كده نبقى نشوف بقى الاديشن. حلو. اتكلمنا عليها فكرة ان احنا ايه توزيعة النيجاتيف، في براكت النيجاتيف دي هتتوزع،
فاهم، محدش يقول ان هتتوزع على الاكس بس، لا بتتوزع على الاتنين، هي ديستريبيوشن عادي جدا. فما ينفعش حد يقول لي ان هي بالمنظر ده، طبعا ايه مش صح، توزع على الاتنين فتبقى نيجاتيف اكس بلس الايه الوان، ماشي. وبعد كده نجمع يبقى 6 ماينس الاكس، ما فيش مشكلة. بعدين هنا طبعا ملاحظين كومن دينومينيتور، فدي المفروض يبقى الفايف كومن دينومينيتور، وبعد كده نجمع اللي فوق يبقى كام 3. تمام، في ناس بقى ايه بتتحول وتقول ايه 5 بلس 5 ب 10 و 1 بلس، غلط ماشي، محدش يفكر التفكير ده مش صح. بعدين لما يجي يكتب او انا اكتب حاجة بالمنظر ده، هل ده بيكون مقصود بيه 9 ماينس 4 مثلا؟ لا، هنا في ساين بس مخفية. ايه هي الساين دي؟ تايمز، فدي معناها 9 تايمز النيجاتيف 4 اللي هي تبقى ايه نيجاتيف 36. تمام، فمش معنى ان ايه مفيش اشارة هنا يبقى خلاص يلا كأن مفيش حاجة، لا طبعا. يعني دي مختلفة عن لما اكتب 9 ماينس 4 كده، 9 ماينس 4 فعلا ب 5، انما حاجة بالمنظر ده حطيت براكت يبقى معناها multiplication على طول. بعد كده هنا لو جيت حاجة بالمنظر ده، حد بيقول لي ايه ده الباور 2 بيضيع النيجاتيف، غلط. الكلام ده صح لو كان في براكت هنا، تمام، انما لو هي انا كاتبها بالمنظر ده عادي، نيجاتيف 25 عادي جدا، ماشي، 5 باور 2 ب 25 والنيجاتيف موجودة هسيبها. تمام، اللي وراها اهي في براكت بقى، حد هيقول لي طب ما انت فوق اهو قلت ان دي هتطلع نيجاتيف 25، يلا نيجاتيف، غلط. ليه؟ في براكت، فالباور 2 هيتوزع على 2 فاكتورز، ماشي. فنيجاتيف دي هي نيجاتيف 1 تايمز ال 5، كل ده بقى ايه باور 2، فالباور 2 هتتوزع على نيجاتيف 1، نيجاتيف 1 باور 2 1 طبعا، و 5 باور 2 طبعا ايه ب 25. فناخد بالنا من الفرق ما بين دي ودي. بعد كده عندي باور تو ذا باور، طالما باور تو ذا باور بيخش بالايه بالمالتيبليكيشن، فتبقى دي a x تايمز الـ a الـ y، انما مش باور تو ذا باور بيخشوا باورات كده بالمنظر ده، محدش يقول ان دي هتبقى a x بعد كده الـ x دي باور y، لا ده مش صح. تمام، الباور تو ذا باور بيخش بالمالتيبليكيشن. بعد كده هنا عندي ايه common base اللي هو x، وفي the product او multiplication يعني ما بينهم، بنعمل ايه في powers summation، 3 plus 2 بتبقى ايه 5، محدش يقول ان هي ايه 6 اللي هي هعمل product، ده مش صح. تمام، امتى نعمل product؟ لو power to the power، اهو power to the power بتخش بالmultiplication اهو. تمام، انما هنا ده base common والباورات ايه مختلفة، او حتى لو مش مختلفة يعني، لو كانت x power 3 times x power 3 common base فبنعمل addition للباورز، فتبقى باور هنا بقى هتبقى باور كام يعني 6 بقى هنا، ماشي ماشي، انما مش باور 9 مثلا. يعني لو هنا x power 3 times x power 3، حد هيقول ان دي x power 9، ما 9 power 9 times 9 يعني، غلط طبعا، ماشي. بنعمل ايه addition plus يعني، مش بنعمل times، بنعمل times امتى؟ power to the power، يعني دي لو كانت كده whole power 3 ساعتها الباور ده هيخش على الباور ده بالa multiplication، طب x power 3 times 3 اللي هي 9. ناخد بالنا فروقات بسيطة بس مهمة جدا، ولازم محدش يغلط فيها، لان الغلطة بفورة ماشي. وده طبعا ايه مسافات فاضية بقى، لو حد بيغلط في غلطة تانية سايب مسافات فاضية ليكوا يعني تكتبوا فيها اللي انتوا عايزينه والغلطات اللي انتوا بتعملوها. وبس كده، ده كده كان نهاية كلامنا في بارت 2 من البيزكس. طبعا الهومورك مهم جدا، لازم تكونوا عاملين كل الهومورك، ما تتفوتوش ولا سؤال، ولازم تكونوا مراجعينه طبعا من المودل انسر، لو في اي غلطة عندكم لازم تسألوا فيها بحيث ما تكرروش الغلطة دي تاني. تمام، بس واشوفكم على خير في الليكتشرز الجاية ان شاء الله. السلام عليكم.